آية واحدة من سورة البقرة. تسمى آية الكرسي. زانوية نارمي دي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. زانوية ما تيت فحيتك زانوية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قرأها في ليلة. زول ما ما كان يزن عم حل أنا كري. لم يزل عليه من الله حافظا يعني يحفظ هذا إلى الصبح. زانوية روت تيك زان ميل استحالي. دي ما معك زان تيك نيو آية يزن. ديا إلى هايتيك زنفا الله سبحانه وتعالى ديا مياروتيك زيسك مارين داي ولا يقرب شيطان حتى يصبح عارتنيسي شيطان جين زاني حناتنا نو زان زيسك أب مارين داي